شاب مغربي يخلق الحدث بإيطاليا بسبب موقف جميل اتجاه سيدة عجوز. تداولت وسائل إعلام إيطاليا قصة الشاب المغربي ياسين بلوغي البالغ من العمر 28 سنة الذي ترك بصمة طيبة في قلوب كل الإيطاليين بفعل سلوكه الحسن اتجاه سيدة إيطاليا عجوز. الشاب المغربي ياسين عثر في طريقه على مبلغ مالي قدره 1300 يورو، وبدل أن يضعه في جيبه ويمضي قرر أن يسلمها إلى أقرب مركز للدرك في انتظار أن يتقدم صاحبها ببلاغ في الموضوع. وبعد مدة قصيرة اتضح لمصالح الدرك أن المبلغ الذي عثر عليه الشاب المغربي ضاع من عجوز في غفلة منها، حيث تم استدعاؤه لتسليم المبلغ الذي عثر عليه بحضور السيدة العجوز وزوجها، وتم إخباره حينها أنه وفقا للقانون الإيطالي يحق له أن يأخذ 10% من قيمة المبلغ أي 130 يورو، غير أن ياسين رفض ذلك وأصر على إرجاع المبلغ كاملا لصاحبته واكتفى بالقول لا شكرا على واجب. وترك هذا الموقف الجميل انطباعا رائعا وجميلا جدا لدى كل الإيطاليين الذين تابعوا الخبر وساهم في رسم صورة جيدة عن المهاجرين العرب والمسلمين عموماً.